صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا. نعم. فلا تزكوا أنفسكم، هل معنى الآية أي لا يزكي بعضكم بعضا كما جاء في آية اللمس؟ لا، ولا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، تفتخروا بأعمالكم، هذا معناه. لكن في الآية الأخرى قد أفلح من زكاها، أثنى على الذين يزكون أنفسهم. أما الجمع بين الآيتين؟ الجمع بين الآيتين أن النهي عن تزكية النفس بالمدح والإعجاب بالعمل، وأما تزكية النفس المطلوبة فهي تزكيتها بالطاعة، تزكيتها بالطاعة والعمل الصالح. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. زكى نفسه بالطاعة والعمل الصالح، فهذا مطلوب. أما تزكية النفس بالمدح والإعجاب فهذا ممنوع. نعم.